يا مساء الخير، قاعدة أسوي يا بنات صابونية النيلة في يدي وفي وجهي. قلت ليش ما أقول لكم عليها بما إني مجربتها. شوفوا العجبة وين وصلت. شايفين الصابونة؟ تجنن يا بنات. طيب الصابونة هذه إيش تسوي؟ الصابونة هذه أتكلم عن تجربتي، ما بتكلم إيش انكتب عنها. نظارة تحسي كذا بشرتك مفتحة مرة وترطب البشرة، مرة ناسبتني. نظارة مو طبيعية تصير في الوجه والجسم. طبعا أخذتها من سناب أمل أحمد، حبي أمل. أخذوها أول شي بنات جيراننا بدأوا يستخدموها، صرت تقول لهم بنات مفتحين إيش صاير فيكم. المهم فقالوني من ضمن العناية حقهم صاروا يستخدموها، ومن جد سويتها وقلت ما حقول لكم إلين ما أجربها فترة وأقول لكم رأيي. وجدا سهلة إن أنت تسويها. كل اللي عليكي تجيبي نيلة، طيب موجودة في العطارة، حقول لكم عطارة أنا أحب أتعامل معاها وأغلب أشيائهم ممتازة. يعني صابونة دوف تستخدمي نص منها، ملعقة من النيلة، زيت جنين القمح، هذا أنا أخذته برضه من نفس العطارة اللي حقول لكم عليها، زيت جنين القمح، وحكتب لكم يعني المقادير بالضبط. المهم نيلة، صابون دوف، جنين القمح، نشا، وموية ورد، وموية عادية. هذه كل المقادير اللي راح تسوي لك هذه الصابونية. فظيعة يا بنات عن تجربة، بمعنى الكلمة حلوة مرة، تنظف الجسم مرة، تنظف مرة. شوفوا في ناس يخلوها تقريبا نص يوم في جسمهم بعدين يتحمموا، أنا صراحة عادي أحطها ساعة نص ساعة حسب الفضوة يعني، وجد فرقت 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 معايا بطريقة فظيعة. واللي كمان عجبني في الخلطة ريحة صابون دوف فايحة، ريحة الخلطة مع زيت الجنين مع كل المكونات، الريحة مرة حلوة. يعني حتى وانتي جالسة في الخلطة ما تحسي انه لا والله ريحتي لا لا، تجنن الريحة، ريحة الدوف على الزيت على موية الورد، روعة يا بنات. تفتح وراح تلاحظي من أول مرة تستخدميها انه فتحت جسمك ووجهك، ادتك نظارة، وحدت لونك. بس استمروا عليها تقريبا، انا لي اسبوعين. شوفوا فين الكميه وصلت، صراحه كان مليان فظيع. ابوريكم حاجه، مشكله كيف ابوريكم قد ايش تفرد. شوفوا مره كذا تنفرد. طبعا الصابون حتبشروه وتحطوا كل المكونات وتخلطوها وتحطوها في علبه وبس. والله استخدموها، جربوها وارسلي تجاربكم، بنزل لكم بوست في كل المقادير الصح، سووها في البيت وقولوا لي رأيكم. قبل ما انزل لكم البوست اللي راح اكتب فيه كل الاشياء اللي استخدمتها، بقول لكم العطارة، افضل عطارة تعاملت معاها عطارة دار الحكمة. دار الحكمة موجودة في جدة في شارع الـ40، مجرد ما تكتبوا في جوجل ماب اسم العطارة على طول راح تعرفوها، واصلا اتوقع الاغلب يتعامل معاهم. عندهم كل المنتجات اللي انتم تبغوها في الحياة موجودة عندهم، صابون، زيوت، كل شيء كل شيء متوفر في العطارة هذه. وبس والله الآن خلاص بنزل لكم الطريقة وسووها وراح تدعوا لي.